اصطفت شاحنات قطار الخير أمام مبنى محافظة بني سويف بمشاركة 16 عربة يمثلون مؤسسات التحالف الوطني. تهدف هذه الشاحنات إلى توصيل مساعدات للمحتاجين تتنوع بين مساعدات غذائية وعينية وشنط أدوات مدرسية وحلوى المولد وأدوية. للمزيد من المتابعة حول هذه القافلة يطلعنا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم ولكل متابعينا من أمام مبنى ديوان عام محافظة بني سويف، حيث وصل قطار الخير بهذه العربات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي من خلال عدد من المبادرات والمؤسسات المختلفة تحت مظلة التحالف لتوزيع الكثير من المساعدات سواء الإنسانية أو المواد الغذائية والأدوات المدرسية على مدن وقرى محافظة بني سويف، ليصل أسبوع الخير إلى هذه المحافظة بالتزامن مع عدد من الافتتاحات وعدد من التطوير في عدد من المنشآت الخاصة بمحافظة بني سويف. وها نحن الآن نشاهد من خلفي انطلاق قطار الخير من خلال هذه العربات المحملة بالمواد الغذائية والأجهزة وأيضا الأدوات المدرسية وغيرها إلى كل أهالي محافظة بني سويف. عودة إليكم مرة أخرى.